كاينماتكس اوف باركتكس عندنا كاينماتكس اوف باركتكس اول شابتر نبدأ دلوقتي وبعد كده في البروجكتايل اللي هو المقصودات وبعدين السيمي العمودي الموجب والبالس والامباكت اللي هو الدفع والتصادم وبعدين الفيرشوال وورد وفي بعد كده سيركلر موجب دول الشباب اللي احنا هندرسها مع بعضينا في كورس ديناميكا اللي في الترم الثاني احنا خلصنا الاستراتيجية في الترم الاولاني طبعا هتشوفونا انا الاسبوع ده وزمايلي بعد كده هيكملوا ان شاء الله. الشرط الاولاني ده حاجه بسيطه وسهله وفي معلومات كتير قوي من اللي انت درسته في ثانوي بالاضافه للمعلومات الجديده اللي انت ما سمعتش عنها او في بعضكم ما سمعتش عنها. الكلمة كينيماتيك كلمة كينيماتيك يعني لو انت عندك جسم بيتحرك فيبقى عند اي لحظة تقدر تحدد البوزيشن والفيلوستي والاكسلريشن ده معنى كلمة كينيماتيك يعني at any instant how to specify the position, the velocity and the acceleration يعني ازاي تحدد البوزيشن يعني ايه بوزيشن؟ هنتكلم برضه عن المفاهيم دي بسرعة، يعني ايه بوزيشن؟ اللوكيشن بتاعه فين هو فين بالظبط؟ وبنتكلم فين بالظبط دي معناها يبقى لازم يكون عندك ريفرنس سيستم، يعني لازم يكون عندك اوريجن، مش كده؟ يعني نقطة الصفر هنا وهو في الحتة الفلانية. الحتة الفلانية دي هو ده البوزيشن بتاعه أو الموضع بتاعه. ماشي؟ طيب. يبقى ده معنى كلمة كينيماتكس، كينيماتكس يبقى في وقت اني انستنت How to specify the position, velocity, and acceleration. تحت الموضوع دوت تيجي كلمة أول حاجة هندرسها حاجتين يعني في الشابتر ده rectilinear motion والcurvilinear motion. rectilinear motion والcurvilinear motion. rectilinear لما تسمع الكلمة دي عشان برضه الكلام ما يبقاش غريب عليك rectilinear motion وفي جزء تاني من الشابتر هندرس الكيرفيلينير موشن. طيب كلمة ريكتيلينير أو لينير لينير غير ريكتيلينير لينير يعني خطي ماشي كده ريكتيلينير يعني البارتكلز اللي بتتحرك في خطوط مستقيمة ماشي كده يبقى كلمة تسمع كلمة ريكتيلينير يعني دراسة الحركة في خط مستقيم أو عدة خطوط مستقيمة، ده معنى كلمة إيه؟ ريكتيلينير، وده اللي إحنا هنعمله في الجزء الأولاني دلوقتي. طيب، الكيرفيلينير موشن يعني إيه؟ الحركة على خط الحركة في مسار دائري أو كده. يبقى الحركة في خطوط مستقيمة والحركة على منحنى. الحركة في خطوط مستقيمة معظمها بتعتمد على معلومات كتيرة أوي من اللي أنت درستها في ثانوي قبل كده. الكيرفيلينير موشن ممكن تبقى فيه حاجات جديده عليه وهنتكلم عليها في لحظتها يعني وازاي الانظمه الاحداثيات اللي بنستخدمها لدراسه الكيرفيلينير موشن يعني لو في وقت ربنا سهل ان شاء الله. طيب اول حاجه عايز بسرعه كده نتكلم عليها المفاهيم الاساسيه، المفاهيم الاساسيه احنا قلنا يعني ايه بوزيشن. طيب يعني ايه فيلوستي؟ انا عارف يعني فلوس يعني سرعة المسافة الموضوع هي ايه السرعة غير مسافة من الفزان يعني لو انا عندي جسم مثلا بيتحرك باتجاه ده لو قلنا ده محور اكس ولا بلاش محور انا افضل بسميه اس على اساس اس ده اي محور في اي اتجاه ماشي انما لو قلنا اكس انا ممكن اسميه اكس والجماعة بتاع الصبح قالوا خلاص يا دكتور خليه اكس بس لما اقول لك اكس يبقى انت خلاص دماغك سبت اللي هو محور اكس اللي انت خدته في ثانوي ده خلاص بس الاكس اللي انا اقصدها ممكن تبقى اكس كده او كده او كده او كده في اي ناحيه خلاص يعني عندي جسم بيتحرك في خط مستقيم الخط المستقيم ده مش شرط محور اكس اللي احنا عارفينه فعشان كده بنستخدم حرف اس عشان ايه يشيل من دماغك الوضع اللي هو كده انما ممكن يبقى ده ممكن يبقى محور كده او محور كده او محور اي حاجه اهم حاجه ان هو بيتحرك فين في خط المستقيم. المهم نرجع للسرعه، ايه هي بقى السرعه؟
تعريف السرعة ايه هي؟ يعني لو انت عندك هو هنا مثلا عند النقطة S وهنا عند S شرطة، والحتة دي اللي هي S شرطة ناس S سميها دلتا S، الحتة تمشيها دي ومشيها في فترة زمنية اسمها دلتا T. دلتا S هذه يبقى ايه هي بقى السرعة؟ اللي هي دلتا S على دلتا T، او حتى بنسميها الافريج، يعني في افريج متوسط السرعة، يبقى دلتا S على دلتا T. طيب ولما دلتا T تصغر قوي، يعني لما تاخد انت الليمت الشغل بتاع التفاضل بقى اللي انتوا اشطر مني فيه، لما تاخد الليمت لما دلتا T تصغر خالص يدي ايه ده؟ لو قلنا هنا ليمت دلتا T تنس تو زيرو ده يدي ايه؟ لا ريس اسم ساك دلتا اس على دلتا تي لما دلتا تي تساوي صفر يدي ايه؟ يدي ملل هاي؟ اسم ساكن مش سرعة يدي العجلة؟ عجلة دلتا اس على دلتا تي خليها اكس دلتا اكس على دلتا تي عايز منها ايه؟ هتعملها ايه يعني؟ ايه تعريف المشتقة الأولى؟ انت بتكلم سمعتوش كلمة المشتقة الأولى قبل كده؟ اتفضل بس ليه كده؟ احنا خدنا صباح الخير صباح النور. طيب المهم دلتا اس على دلتا دي تدي دي اكس على دي تي اللي هو تفاضل المسافة بالنسبة للزمن، ده اللي هو السرعة اللي كلنا عارفينها. خلاص؟ خلاص عرفنا يعني ايه السرعة؟ طيب حلو قوي. السرعة دي ممكن تكون موجبة وممكن تكون ايه؟ سالبة، بس ده موضوع اتجاهات، يعني لو قلنا V موجبة يبقى مثلا بيتحرك في ناحية، ولو V سالبة يتحرك فين؟ في ناحية تانية، خلاص؟ طيب، لو قلنا مثلا اتفقنا بعض ان الموجب الناحية دي والسالب الناحية دي أو السالب الموجب الناحية دي السالب الناحية التانية مش مشكلة، أهم حاجة بس لما تبقى موجبة يبقى بيتحرك في اتجاه السالب يبقى الاتجاه اللي عايزه. طيب، V الفيلوستي. الاكسلريشن بقى ايه هي الاكسلريشن؟ دي في باي دي تي. انا عارف ان هي العجله الاكسلريشن يعني العجله. ايه هي بقى العجله؟ تفاضل الثاني الاكس. ايوه اللي هي تفاضل السرعه بالنسبه لايه؟ للزمن. يعني لو انا عندي جسم بيتحرك كده بالشكل ده خلاص؟ هنا كانت سرعته في وهنا بقى سرعته في شرطه. خلاص؟ والفتره الزمنيه دي حصلت دلتا تي. وممكن اسمي اللي هنا اللي فرق الاثنين دول اللي هو دلتا في. يبقى هي العجله دي في على دلتا في على دلتا في. يبقى الاكسلريشن او الافريج بتاع الاكسلريشن او الاي افريج هي عباره عن دلتا في على دلتا في. وبنفس الفكره بتاع التفاضل، لو انت خدت الليمت لما دلتا في تقول للصفر يبقى هو دي في على ايه؟ دي تي اللي هو العجلة. يبقى العجلة هي عبارة عن دي في على دي تي. يبقى العجلة اللي هو معدل التسارع، يعني معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. طب لو العجلة دي بصفر يبقى السرعة ثابتة مش كده؟ يبقى هو ماشي بسرعة ثابتة بيتحرك بسرعة بس السرعة دي ثابتة. طيب لو العجلة أكبر من زيرو يبقى معناها إيه؟ تأمل بقى سيبك بقى من شغل الكتابة وشغل دماغك. لو العجلة أكبر من الصفر زي الضيق السرعة بتزيد بتزيد صح؟ في احتمال تاني؟ لا. لو احنا خدنا الاتجاهات في الاعتبار، يعني نفرض كده أنا ماشي الناحية دي كده أهو خلاص وده الاتجاه الموجب بتاعي والجسم بيتحرك كده، هنا مثلا V هنا V شرطة وال V شرطة أكبر من V، يبقى معنى كده العجله موجبه ان هو ماشي في الاتجاه الموجب والسرعه عماله تزيد. بس في احتمال تاني انه ماشي في الاتجاه السالب بس العجله بتقل، دي برضه تدي عجله موجبه السرعه اسف خلاص. يبقى ممكن يمشي في الاتجاه السالب والسرعه بتاعته بتقل تدي العجله برضه موجبه. طيب بنفس الطريقه لو الاي اقل من الزيرو لو العجلة سالبة السرعة ماشي في اتجاه السالب والسرعة بتزيد او الموجب والسرعة بتقل السرعة بتقل او السرعة بتزيد غير معاك بس السرعة بتقل او ماشي في اتجاه السالب بس السرعة بتزيد تمام تمام ده التحليل يعني.
طيب خلاص، يبقى احنا قلنا يعني ايه بوزيشن، يعني ايه فيلوسيتي، يعني ايه اكسلريشن، كل دي مفاهيم احنا درسناها قبل كده وايه بس بنعيد عليها بسرعه. يعني ايه فيلوسيتي، يعني ايه اكسلريشن، يعني ايه بوزيشن. طيب من ضمن برضه الحاجات اللي احنا بنستغلها تريك كده القوانين القديمة بقى اللي انت كتبتها نقول عليها بسرعة برضه. طيب الاي دي اللي هي دي في على دي 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 ممكن اكتبها كده يا جماعة استخدمها في المسائل يعني. كل ده وانا شغال constant acceleration. acceleration A C D constant. ده الكتاب اصلا ولا ورقة هو منزله؟ سعيد. يعني مين؟ مين؟ محمد سعيد؟ طيب. ال A C D لسه احنا كاتبينها دلوقتي اهو. انا عايزها function of time. طيب. اللي هي D V على D T. D V على D T. افصل المتغيرات. يعني ممكن اكتب كده A C دي تي بتساوي دي في كامل الطرفين التي تتغير من صفر الى تي والفي تتغير من في نوت الى في. الفي نوت اللي هي ايه؟ الفي نوت السرعه الابتدائيه. خلاص يعني السرعه اللي بدا فيها عند الزمن بالصفر. خلاص انا بسمي دي نوت. عارفين اللغه دي ولا اقولها؟ في وتحتيها كده الخمسه دي ها بنسميها ايه؟ نوت. في نوت او في زر او في زيرو اي حاجه. طيب يبقى من هنا تكمل دي دي تي يبقى عندي هنا اي سي تي. اي سي ده ثابت اللي هي العجله الثابته يعني. تكمل الدي تي من صفر تي يدي تي بتساوي تكامل الدي في دي في من في نوت الى في عوض يبقى في ناقص في نوت يبقى في ناقص في نوت. يبقى من هنا الفي القانون بقى بتاع ثانوي يبقى الفي بتساوي في نوت زائد اي سي تي اللي هو عين بتساوي عين صفر زائد في نون. خلاص؟ ها؟ يبقى ده الفيلوستي از ا فانكشن اوف تايم. Velocity as a function of time. V بتساوي V نوت زائد AC اللي هي العجلة الثابتة في T. وثابتة طبعا لأن احنا لما بنكمل بالنسبة لـ T فدي ثابتة. ما تكملتش. بالنسبة لـ DT هتكمل من صفر. يبقى V بتساوي V نوت زائد AC T. عند الزمن بصفر. عجلة ثابتة.
او عين تساوي عين صفر زائد جيم نون. طيب في برضه حته ثانيه اللي هو velocity as a function of position. position طيب position as a function of time. position as a function of time يعني اللوكيشن او الموضع تدل فيه الزمن. position as a function of time دي نقطه ثانيه. position position as a function of time. position as a function of time. position as a function of time انت عندك ايه دايما برضه في الديناميكا لان معانا طالما ديناميكا يبقى في زمن مش كده؟ ولا تنفع ديناميكا من غير زمن؟ ديناميكا بدات مع اول الانسان عارف يقيس الوقت خلاص؟ زي لك ايه احدث كتير قوي من الاستاتيكا بقى لها اكتر من 2000 سنه ولا يعني. من اول ما الانسان بدا يبني عارف الاستاتيكا صح؟ ومن اول ما عارف يقيس الوقت بدات الديناميكا لان دايما الحاجه بتتحرك يبقى لازم الوقت معاها. طيب انا بقول الكلام ده بقى ليه؟ ليه؟ انا عايز اعمل ايه بقى؟ position as a function of time. يبقى position as a function of time يعني عايز position كداله في الايه؟ في الزمن. طيب position كداله في الزمن انا عندي ال v اللي هي dx على dt. انا قلت بقى الكلام ده ليه؟ في دايما طالما قلنا زمن دايما عندنا حاجه اسمها الانيشال كونديشنز. ايه ده؟ اقولها يعني حسب الدراسه اللي انت هتروح بقى ميكانيكا فهو مش عارف ايه. كلمه انيشال كونديشن يعني ايه؟ الشروط الابتدائيه. يعني الشروط الابتدائيه اللي بدات منها المساله خلاص؟ يعني عند الزمن بصفر الجسم كان فين؟ او بعد كده لما تتطور هتسمع عن حاجه اسمها الباوندري كونديشنز اللي هي الشروط الحديه. بس خلينا دلوقتي في الديناميكا الانيشال كونديشن يعني ايه؟ الشروط الابتدائيه اللي انا بجيب منها الثوابت ها لما اجي اكمل اشوف اكمل منين لفين فدي احنا بنسميها الانيشال ايه؟ كونديشنز او بالعربي اسمها الايه؟ الشروط الايه؟ الابتدائيه. فلو الشروط الابتدائيه عندنا هنا لما الزمن بصفر عند بدايه الزمن الاكس كان مثلا الاكس بتساوي اكس نوت يعني هو كان عند الحته الفلانيه قاعد عند اكس نوت او عند اس نوت. طيب لو انت عندك الدي بالشكل ده دي اكس على دي بي لما تفصل هنا المتغيرات هنا طيب. يعني هنا بقى عندي في دي تي بتساوي دي اكس كامل. طب الفي اللي هي في نوت زائد اي سي تي الفي دي اللي هي في نوت زائد اي سي تي دي تي بتساوي دي اكس كامل الطرفين من 0 ل تي تي تتغير من 0 ل تي وهنا الاكس من اكس نوت الى اكس يعني لما تكمل ده يبقى هنا في نوت تي زائد اي سي تي تربيع على 2 من 0 الى تي بتساوي ده هيبقى اكس ناقص اكس نوت دلتا اكس. طبعا لما تعوض هنا بالزيرو يدي صفر يفضل لك التعويض بالتي يبقى هنا في نوت تي زائد اي سي تي تربيع على 2 بتساوي اكس ناقص اكس نوت. يعني الاكس بتساوي وكتبت يعني الاكس بتساوي الاكس هتساوي ايه بقى؟ بالنسبه لتي في نوت دي تي الاكس اللي انا بدور عليها از فانكشن اوف تايم يبقى الاكس هتساوي اكس نوت ودي دي الناحيه الثانيه بالموجب اكس هتساوي اكس نوت زائد في نوت تي زائد اي سي في تي تربيع على 2 يبقى كده انا حسبت البوزيشن كفانكشن في التايم البوزيشن ات اني تايم بتساوي اكس نوت النقطة اللي بدأ منها في نوت السرعة الابتدائية في الزمن حطه بأي رقم يعجبك الاي سي العجلة الثابتة على 2 في دي تربيع يبقى الفورمة دي تديني الايه؟ البوزيشن از فانكشن اوف ايه؟ اوف تايم
طيب حتى في قوانين المجموعة بناخد فيلوستي از فانكشن اوف بوزيشن اللي هو اللي انت فيها بتاع السيكتور فيلوستي از فانكشن اوف بوزيشن انيشال كونديشنز انتي كل ده برضه حاجه ثابته هنا فيلوستي از فانكشن اوف بوزيشن لا جات لنا مسألة قبل كده السنة كان جايب لك سرعة المسافة الفلكية 10 كيلومتر من الحياة في الابتداء اللي احنا بنحله عند الانيشال كونديشنز اكس بتساوي اكس نوت والبي بتساوي بي نوت عند الديب سيرفر يعني عند الديب سيرفر دي الانيشال كونديشن عند الديب سيرفر الاكس كانت اكس نوت والبي كانت بي نوت. طيب انا عندي الاي بتساوي يا جماعه التركه اللي احنا عملناها من شويه الاي سي اللي هي كونستنت الاكسلريشن اللي هي دي في على دي تي مش كده؟ طب ليه جابها من هنا بقى؟ اللي هي بتساوي دي احنا عملناها احنا عايزين يبقى عايز الـ AX عملناها الـ DV على DX والـ DX على DV كده؟ اللي هي V DV by DX DV على ايه؟ على DX. طيب نفس المتغيرات يبقى هنا AC AC DX DX بتساوي V DV مكامل كامل يعني مكامل الاكس تغير من اكس نوت لاكس والفي تتغير من بي نوت لبي الاي سي ده ثابت اللي هي العجله الثابته يبقى انت عندك اي سي تكامل دي اكس باكس تتغير يبقى من اكس سالب اكس نوت بتساوي هنا في تربيع على 2 من بي نوت الى بي يعني بتساوي في تربيع ناقص V نوت تربيع على 2 او V تربيع على 2 ناقص V نوت تربيع على 2 هات لي 2 دي هنا يبقى انت عندك V تربيع ناقص V نوت تربيع بتساوي 2 AC في X ناقص X نوت يعني V تربيع بتساوي V نوت تربيع زائد 2 AC X ناقص X نوت ايه اللي انت شايفه قدامك هنا؟ ها؟ مش فاهمين حاجه مش كده؟ لا فاهمين تعرفوا تكملوا ولا تعرفوش تكملوا؟ اه سهله تعرفوا تكملوا مش تخافوا التكامل الترم الاولاني؟ تعرفوا تكملوا طيب عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج في دي الفي المسافه اللي بشيلها يعني طيب كل دي القوانين اللي انت كتبتها في ثانوي قلناها بسرعه واثبتناها هنبدا بقى نستغل ده في المسافه وقلنا اتكلمنا عن البوزيشن والفلوستي والاكسلريشن كل ده في ريكتي لينير موشن كل ده بيجي تحت عنوان ايه؟ ريكتي لينير موشن لسه ما اتكلمناش على كيف لينير موشن طيب اول مساله بدل الاكس اول مساله بقول كار ذكر ان فيجر كذا بس موفينج كار الفيجر فيجر 1 موفز ان ستريت لاين سوتش ذات فور ا شورت تايم اتس فيلوسيتي از ديفايند باي دي سيرفيكال عندك عربيه بتتحرك في خط مستقيم كده تصدر في شابتر 2 اسمه في الوقت ده
فور شورت تايم السرعه بتاعتها بتساوي تعتبر العلاقه دي v بتساوي 3 تي تربيع زائد 2 تي. حاجه سهله وبسيطه انا مثلا والتي از ان سكند بيتمن ايتس بوزيشن الاكسليشن لما تي 3 اس. طيب 3 ثواني يعني عايز ايه البوزيشن والاكسليشن لما تي 3 ثواني؟ فاضل مره عايزين البوزيشن. لا دي عامه البوزيشن عند تي 3 والاكسليشن عند تي 3. ها حاجه تافهه جدا. قبل ايه فاضل وكام؟ فاضل مره وكام المره؟ لو فضلت اديني ايه؟ العجله. اديني العجله مش كده؟ فاضل يبقى انت عندك هنا العجله اللي هي دي في على دي تي هتساوي ايه؟ 6 تي. 6 تي زائد ايه؟ 2 وعوض تي 3 تطلع من دي صح؟ صعبه؟ لا حط دي يبقى كام؟ يبقى العجله بكام هنا؟ 20 ب 20 صح؟ يبقى دي هتطلع بكام؟ 20 قدم مع الثانيه تربيع. دي الوحدات بتاعت العجله. طيب عايز ايه بقى تاني يا سيدي؟ البوزيشن. طيب البوزيشن هنجيبه ازاي البوزيشن؟ لا بقول لك كامل هكمل بقى كامل يعني هكمل. الانيشال كونديشن بتاعتك ايه؟ هقول الدي دي بقى كانت سرعة كانت هي موجودة عند يعني ما قطعتش مسافة بزمن زيرو لسه ما مشيتش لسه وقت. طيب أنا عندي الـ V دي في على دي تي اللي هي دي إكس على دي تي. لا أنا عايز البوزيشن ده دي إكس دي تي. يبقى الـ V دي إكس اللي هي 3 دي تربيع زائد 2 تي افصل يبقى عندك هنا دي اكس بتساوي 3 تي تربيع زائد 2 تي دي تي كامل من صفر الى اكس من صفر الى تي. التكامل ده ايه دي اكس؟ التكامل ده تي اس 3 3 تروح مع 3 وبرضه دي تربيع والاثنين تروح مع 2 يبقى هنا هيبقى تي اس 3 زائد تي تربيع ومن صفر تي يبقى هو نفس الكلام وبعد كده عوض يبقى كده انا حسبت البوزيشن از ا فانكشن اوف تايم مش كده؟ حط بقى تي بكام؟ 36 3 تطلع النتيجه معاك على طول تي ب 3 يبقى تطلع النتيجه كام هنا؟ 36 يبقى كده 27 و9 36 36 يبقى 36 قدم 36 قدم طبعا حاجه بسيطه وسهله خالص هنصعب بعد كده مش طيب المساله اللي بعديها سمول بروجكتايل انا عندي 3 انا سكشنين طبعا فاير فيرتيكالي داون وورد مش كده مش كده يعني مفيش ورق نتاكد بس ان مفيش ورق بعدناها راس كده فيرتيكالي داون وورد انتو فلويد ميديم يعني وسط ايه فلويد يعني مائع ها وسط زي الميه مثلا زي الزيت زي اي حاجه يعني حاجه هدفنا قذيفه كده او حاجه الى وسط مائع. طيب
with an initial velocity of 60 meter per second. والسرعة الابتدائية كام؟ 60 متر سم. يبقى الـ V loop بكام؟ 60 متر سم. Due to the drag resistance of the fluid, نتيجة للمقاومة بتاع الـ fluid, the projectile experiences a deacceleration. Acceleration of V itself. يعني حصل له ايه؟ تنقصية. عجلة تنقصية. عجلة تنقصية. تسارع ولا تباطأ؟ تباطأ. بحيث العجلة بتاعته بتساوي العجلة بتاعته بتساوي تلاتة أو صفر. العجلة بتاعته مكشوفة. الـ A بتساوي 4.4 بيتا كام. العجلة هتبقى سالب 4/10 بيتا كام. متر على الثانية كام. عايز ايه يا سيدي؟ يمكن تتم الـ velocity and position 4 seconds after. اوجد الـ position والـ velocity بعد 4 ثواني. عايز الـ position فين والـ velocity كام بعد 4 ثواني من ايه؟ من الإطلاق. عايز الـ position والـ velocity. مش ده اللي كنا بنحسبه في السيشن؟ مطلوب الـ position. لا مش الـ velocity. عند T بأربعة والأكسيلريشن عند T بأربعة. دي الحاجات اللي عايزين نحسبها. طيب احنا قلنا الانيشال كونديشنز ايه؟ 60 متر سنتي. 60 متر سنتي. يبقى ادي مثلا اما حاجة اول ما يجي دي البروجكتايل اللي نازل القذيفة اللي نازلة عند T بزيرو الفي نوت بتساوي 60 متر سنتي. والبتاع سكام سكين والاس زيرو ده والاس زيرو. طيب احسبها ازاي دي يا جماعه؟ احسبها ازاي؟ عايز اعمل ايه؟ هو عايز انا عندي العجله مش كده؟ العجله بتساوي في دي في على دي تي. ايوه العجله اللي هي تساوي المقدار اللي هي سالب 4. العجله اللي عندي اللي هي دي في على دي تي صح؟ دي في على دي تي دي اكس لا دي في على دي تي اللي هي بتساوي سالب 4/10 0.4 بيتا كام. افصل متغيرات افصل بقى متغيرات افصل وكام؟ بيتا كام. تمام برافو عليك الحركه اللي انت عملتها دي. ايوه صح كده. دي بتبين انك فاهم يعني. طيب طالما انت فاهم بقى قول لي ايه؟ فصلت الكلمات وانا هكتب هنا تي من صفر لتي وهنا من في نوت اللي هي 60 الى في. هطلع بقى الفي ده هطلع الفي نوت. الفي نوت اللي هي ب 60 من في نوت الى في ماشي كده؟ طيب أيوة. انا عايزك تقول لي تكامل بس الفي تطلع فوق بسالب وازود اقص واحد بس نص جديد وبعد كده انزلها تحت بس خلاص شكرا شكرا 10 ل 10 برافو عليك 10 ل 10 بس الصبح عامل لي لن ومش لن وحاجات لا لا مفيش لن. تمام صلى على النبي. كده اثبتت ان انت فاهم. طيب الكل سمز كل فهم الراجل ده عليك. طيب يعني تبقى في اس سالب 3 تزود الاس واحد بس تبقى في اس سالب 2 على سالب 2 وبعدين تبدا ايه؟ تعب. يبقى دي هتبقى في اس سالب 2 على سالب 2 وتعوض من 60 الى بي بتساوي سالب 0.4 دي. حضرتك بقى تعمل الكلام ده يبقى عندك هنا 1 على بيتا تضرب السالب 2 الناحيه الثانيه يبقى هنا 1 على بي تربيع ناقص 1 على 60 تربيع. الحاجات دي بقى انا مش فاضي اقعد ادلعكم. خلاص يبقى دي هتبقى 1 على بي تربيع ناقص 1 على 60 تربيع وديها الناحية الثانية يبقى 1 على 60 تربيع واحنا ضربنا الناحية الثانية في ناقص 2 يبقى هنا موجب 8 من 10 2 موجب 8 من 10 تي 2 في 4 على 10 تي 8 من 10 يعني الـ V هتساوي والله اتفضل معايا الـ V هتساوي الكلام ده سالب واحد مفتاح لي بيها سالب نص بقى واحد على الكلام ده يعني الكلام ده بس ناقص نص
يبقى هنا 1 على 60 تربيع زائد 8 من 10 8 من 10 حد فيهم حاجة؟ لا طيب اللي ما فهمش يبقى روح قد ايه؟ كلها حاجة كذا تختصر وتاخد الجذر وتقلب مش عارف ايه ماشي؟ بس دي البي خلاص؟ وديت ال 61 ناحية تانية يبقى 1 على الكل وبعدين شلت طبين وخدت الجذر ماشي يا باشا خلاص مش هقعد انا اشرح الكلام ده طيب يبقى الفي بتساوي 1 على 60 تربيع زائد 8 من 10 تي اس سالب نص يبقى احنا كده جبنا الفي كفانكشن في البي يعني جبنا الفي كفانكشن في البي احنا عايزين بقى ايه؟ لسه عايزين البوزيشن مش كده؟ انا حتى ممكن اجيب الفي هنا لو انا عايز الفي يعني ممكن اجيب الفي حتى عم تيب صفر قطع سكينه ما هي تيب صفر دوك اه ده تاكيد ان انا شغل صح يعني لو انا حطيت تيب صفر لو انا حطيت تيب صفر يبقى هنا الاثنين دي تروح مع النص ده صح؟ ودي تطلع في الباص تدي 60 بالظبط اللي هي ماشي هو ده مين والله فاهمين والله بجد والله بس ماشي صح حط نفسك يبقى الاثنين تروح على النص وده بالسالب يطلع في الباص بس دي بس المصحف فاهم صح والله لا بالكراسي ماشي كويس احنا لسه عايزين البوزيشن وعايزين الاكسلريشن طيب الاكسلريشن ممكن افضل هنا واجيب الاكسلريشن طب والبوزيشن كامل بقى اكمل مش كده اكمل عشان اجيب الايه طيب خلينا نبدا بالبوزيشن خلينا نكمل الاول عشان نسال في دي دي في دي اللي هي في دي اكس على دي تي مش كده؟ في دي اللي هي دي اكس على دي تي اللي هي دي اكس على دي تي افصل يبقى هنا دي اكس بتساوي اهو دي تي في الناحيه الثانيه يبقى كل الكلام ده اللي هو 1 على 60 تربيع زائد 0.8 تي اس سالب نص بي تي وكام؟ نسميها اكس عشان بس الاس دي بتزعلكم يبقى هنا من 0 الى اكس وهنا التي من 0 الى تي ايوه هكمل ازاي؟ ما تجاوبش انت. ما تجاوبش انت. هكمل ازاي؟ دالة في مشتقات. ازود الاس واحد واقسم على اس بي. اشهر قانون في الايه؟ في التكامل. دالة في مشتقات. ده دايما الناس كلها بتعمل فيه. اف اوف اكس اس ان في اف داش اوف اكس دي اكس ده بيساوي اف اوف اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي ده اللي هو الداله في مشتقاتها تمام يعني اللي بره مشتقه اللي جوه مالكش دعوه بالاس زي حد يقول لك اهو الناس اللي جوه بقى اس واحد وبتاع لا الداله في مشتقاتها وهتقابلك كتير قوي متاكد الناس بتغلط فيها اللي بره القوس تفاضل في داخل القوس مالكش دعوه بده خلاص اذا حصل كده بتزود الاس واحد بس يبقى الاس الجديد طب لما نيجي نعمل الكلام ده هنا شوف تفاضل الكلام ده بالنسبه لتي قد ايه؟ تفاضل ده بصفر اللي هي 1 على 60 تفاضل 8 من 10 تي ب 8 من 10 انا عندي هنا 8 من 10 يبقى اضرب في 8 من 10 واقسم على 8 من 10 يبقى انا كده خليتها داله في مشتقاتها يبقى اقوم ازود الاس واحد واقسم على ايه؟ على الاس الجديد يعني دي هتساوي بعد الحركه دي هتساوي يبقى هنا 1 على 60 تربيع 1 على 8 من 10 زائد 0.8 تي هزود الاس واحد يبقى نص كل ده على نص وما تنساش ال 8 من 10 اللي انا قسمت عليه كل ده من 0 الى تي كده احنا جبنا البوزيشن حط بقى تجيب اي رقم يعجبك يطلع لك التي طبعا هنا عشان ايه مش واخد باله المفروض تضرب 8 من 10 وتقسم على 8 من 10 عشان تبقى داله في مشتقاتها
لما حضرتك تعوض كده انت عامل كام؟ يبقى دي 2 على 8 من 10 ايه يعني؟ ان شاء الله 5 على 2 متعوض بالـ تي يبقى نفس زي ما هو، يبقى هنا 1 على 60 تربيع زائد 0.8 تي اس نص في 2 ناقص متعوض بالصفر يبقى 1 على 60 تربيع يبقى 1 على 60 لان التربيع هيروح مع النص ده. ده بعد ما عوضت وعايز بقى تي كام؟ عايز البوزيشن لما تي كام؟ 4 4 تحط تي 4 هنا تطلع لك النتيجه على طول. طبعا ده اللي هو اكس. حط تي 4 كده قول لي النتيجه تطلع كام؟ حط تي 4 تطلع كام معايا؟ هات بس يكون شاطر في حسابك. ضرب كله مش على حسب ما حدش بيحسب ما حدش بيحسب عايز البوزيشن انت جبت البوزيشن حط تيب 4 البوزيشن كام حدش بيحسب حط تيب 4 يا عم يبقى 2 على 8 من 10 1 على 60 تربيع زائد 0.8 4 اس نص ناقص 1 على 60 تطلع كام دي؟ دي واحده طالعه حلوه ايوه ها؟ في حد بيقول حاجه صح؟ كام؟ علي صوتك لو سمحتي 4 و تمام 4 و 43 شكرا جزيلا يبقى الكلام ده عندي تي ب 4 هيجبت له 1 ب 4 هيساوي 4 طيب طالما واحده حسبتها يبقى خلاص طالما واحده حسبتها يبقى خلاص في حد مش عارف يحسب ما يسالنيش اللي مش عارف يحسب دي ما يسالنيش طيب يبقى احنا كده حسبنا البوزيشن حط تي ب 4 واقعد اعمل معاه وطلع وضرب في الاسم هو عايز بقى الفلوستي مش الاكسلريشن انا كنت كاتب هنا غلط مش عايز الاكسلريشن عايز الفلوستي على تي ب 4 فين الفلوستي؟ احنا جايبينها ايه؟ احنا جايبينها ايه؟ صح؟ اه حط تي ب 4 حد يحسب لي دي بكام؟ حط تي ب 4 يبقى كده خلصت المساله الثانيه حط تي ب 4 واحد على 60 تربيع زائد 8 من 10 في 4 أس سالب أس يعني واحد على الكلام ده كله تطلع كام؟ خلاص يعني نص يا دكتور نص بس خلاص أنت الحسابات الصعبة مش عارف الحسابات السهلة 5 صح تمام رابع 55% اما 6 من 10 صح كده يبقى ال في في عند تي ب 4 يساوي 0.55 يبقى كده خلصت المسألة الثانية في حاجة مش مفهومة المسألة اللي بعديها بيقول يا سيدي بيقول بط الموبس along the horizontal horizontal bar في جسم بيتحرك في مسار اخر انا ما فيش ويز فيلوستي بتساوي 3 تي تربيع ناقص 6 تي متر على الثانية يبقى الجسم بيتحرك في مسار افقي كده الجسم بيتحرك في مسار افقي والسرعة بتاعته دي بتساوي 3 تي تربيع كم؟ 3 تي تربيع ناقص 6 دي ثلاثة دي تربيع ناقص 6 دي متر على الثانية ثلاثة دي تربيع ناقص 6 دي متر على الثانية وإف دي إز تايم إن سكند ماشي إف إز إنيشالي لوكيتد أز أوريجن يعني إيه إنيشالي لوكيتد أز أوريجن إكس نوت إكس نوت إكس نوت بداية إكس نوت بزيرو موجود فين؟
عند الاورجن. يعني لما بين صفر الاكس بين صفر او الاس بصفر خلاص حلوه لو كده از اورجن. يبقى لما بين زيرو الاكس بزيرو This originally located as the origin. هنا هو كان كده. عند الأورجن. طيب. عايز إيه بقى؟ Determine the distance traveled in 3.5 seconds. فك الحاجات دي كم حلوة أصلاً. And the total distance. عايز المسافة اللي مشيها. Total distance اللي مشيها كلها في 3 ثواني ونص. وعايز الديسبليسمنت. انا نسيت اقول لكم ايه هو الديسبليسمنت. يعني ايه الديسبليسمنت؟ الازاحه. الازاحه حلوه. يعني ايه بقى الازاحه؟ بعد الجسم عن نقطه القاص. يعني هو كان هنا المسار اللي الجسم خده وبعدين وصل هنا اقصر خط مستقيم الجسم مشي. طب نفرض هو قبل ما يوصل هنا راح الخلفاوي ورجع. دي مسافه. دي مسافه الازاحه صفر. ملناش دعوه. اهم حاجه البدايه والنهايه. والنهايه خلاص. عشان دي عم نتكلم فيها كتير. الناس برضه ايه زعلانه. ايه هي الازاحه؟ اقصر حد مستقيم من النقطه دي. وفي النهايه انت فين؟ المسافه بينهم هي دي الديسبليسمنت. يعني هو غير موضع راح بقى القمر ورجع تاني ماليش دعوه. دي مسافه. خلاص؟ طيب يبقى ده الفرق بين المسافه المقطوعه كلها وبين الازاحه. المسافه المقطوعه كلها انت بتقسم اللفه بتاعته كلها. ماشي؟ الازاحه هو الفرق ما بين ايه؟ البداية والنهاية. عند تيب سفر كان فين وفي النهاية كان فين. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ انتوا عارفين طبعا قلنا لو الفي اكبر من الصفر يبقى ماشي في ناحية، لو اقل من الصفر يبقى ماشي في ناحية تانية. لو انت بصيت للمسألة دي تأملت شوية كده الفي دي انا ممكن اكتبها كده صح؟ 3 دي دي ناقص 2 على المشترك. خدت 3 دي مشترك. طيب لو بصيت لدي هو عايز احنا قلنا عايز البوزيشن مش كده؟ عند 3 ونص ثانية ولا نقول دي بتساوي 3 ونص مش البوزيشن. عايز المسافه اللي اتقطعت كلها قد ايه؟ وعايز الديسبليسمنت. عايز الدلتا اس او الدلتا اكس. عايز الديسبليسمنت. ده مطلوب وده مطلوب. ايوه هنا قلنا التوتال ديستنس. التوتال ديستنس. عايز التوتال ديستنس وعايز الديسبليسمنت. طيب لو حضرتك بصيت على دي وشغلت النعمه الكبيره اللي ربنا اداها لك تستنتج ايه؟ تستنتج ايه؟ ايوه عند تي ب 2 ايه اللي يحصل للسرعه؟ زيرو تبقى بصفر 100 100. وايه تاني؟ وايه تاني؟ هيغير اتجاهها السرعه بصفر صح؟ يعني السرعه بصفر عند صفر عند 2 وعند 2 يعني بعد ثانيتين وقف. وبعد كده الثانيتين طبعا اقل من 3 ثواني مش كده ولا ايه؟ يعني وقف عند 2 وبعدين بدا يكمل تاني. تفهم منها ايه برضه دي؟ يعني غير اتجاه حركه. ايوه برافو عليك. انه غير اتجاهه. انه مشي ثانيتين وقف وقام لافف وراجع. تمام؟ طيب مش بقى انهي ناحيه موجب ولا سالب ولا تعرفه ازاي؟ من صفر لحد الاثنين السرعه موجبه ولا سالبه؟ سالبه. انت رديت على طول كده موجبه. سالبه سالبه. انا بحب الشراب السريع ده. واحد ناقص اثنين سالب واحد. موجبه يبقى انت حسبت وتاكدت. سالبه. وانت برضه حسبت وتاكدت. تي بوي. ايوه شفت بيجاوب بثقه ازاي؟ طب اديني مثال. ايوه برافو عليك. 10 على 10. انا عايز بقى الراجل اللي جاوب في الاول يتعلم من الراجل ده. اتفضل. ها؟ الكلام ده انا نبهت لسه عليه كتير من الاولاد. ما تفشقش كده. صح كده مرة واحدة. وبعدين جاوب. طيب يبقى من صفر لحد 2 السرعة سالبة. ماشي؟ يبقى ماشي في الاتجاه السالب. طيب ليش قد ايه بقى؟ نعرفها على الجانب. يعني هو ايه؟ لو قلنا مثلا بدأ من هنا عند الاورجن كده وبعدين مشي الناحية دي في الاتجاه السالب. انا ما اعرفش مشي مسافة قد ايه لسه هحسبها
لحد هنا هو لما تجيب اتنين عند ثانيتين تمام، وبعد كده لف ورجع تاني، رجع بقى وصل لحد فين برضه لسه هنحسب. عايزين نحسب لما تجيب 3.5 وصل لحد فين. طيب هنعمل الحاجات دي ازاي؟ انت عندك البي اهي تكمل ايه؟ البي عشان نجيب كامل نجيب عشان تدي لك البوزيشن. طيب كامل يا سيدي، الفي اللي هي دي اكس على دي تي يعني بتساوي 3 دي تربيع ناقص 6 دي. افصل المتغيرات يعني دي اكس بتساوي 3 دي تربيع ناقص 6 دي دي تي كامل من صفر الى تي، وهنا من صفر الى اكس، يبقى الاكس هتساوي تي تكعيب ناقص 3 تي تربيع على 2 تروح مع 6 يبقى 3 ايه تي تربيع، وطبعا من صفر تي هي نفسها. طيب جميل، ده كده البوزيشن از فانكشن اوف تايم. اهو بقى بتجيب 3 ونص اتكلم جيب بي بوزيشن ات اني تايم، حط التايم بالنيت من تكعيب ب 8 و 3 في 4 ب 12 8 ناقص 12 ثانيه ب 3 بقول له غلط سالب 3 4 كام؟ سالب 4 ايوه كده 8 سالب 12 يبقى سالب 4، يبقى عند تي ب 2 وصل عند كام هنا؟ سالب ايه؟ 4. طيب حط تي ب 3 ونص لا قال بقى حط تي ب 3 ونص زي ما لقيتكش خطره جدا بتحسب بسرعه كده دي ب 3 ونص يا الله انا حاسبه كان زمان عملناها من ده يا عم عامل نفسك فوق محييك على الشطاره على المهارات يعني صراحه كام 6 وكام 6 125 تمام 6 125 طيب سيب بقى القلم عشان الناس يعني ايه زادوا مني بس في ناس فهمت بسرعه عايزك تقول لي بقى التوتال ديستانس بكام؟ 6 والديسبيسمنت بكام؟ 6 زائد 4 فكر تاني هو مشي قد ايه؟ هو مشي ال 4 بعد كده مشي ال 6 ايوه 8 و 6 الازاحه اللي هي الداتا دي سهله صح اللي هو 6 125 لان انا كان عند الصفر وبعدين بقى 6 يبقى دي الازاحه اللي هي الدلتا اس او دلتا احنا جبنا كده عايز بقى التوتال ديستنس 12 8 و 6 كام؟ 14 ايوه 14 14 صح ليه بقى 14؟ عشان كده 4 مش هيجي يسلم بعد المحاضره 4 4 هو مشي كده 4 ورجع تاني ورجع تاني 6 من 6 مش كده؟ يبقى 4 و 4 8 و 6 يبقى ايه؟ 14 14 او 14 125 خلاص؟ ما حدش يقول لي بقى اصل هو في ثانيتين مشي 4 وبعدين في ثانيه ونص مشي 10 ايوه لان السرعه مختلفه خلاص؟ طيب يبقى التوتال ديستانس كفر يبقى التوتال ديستانس التوتال ديستانس هتساوي 4 زائد 4 زائد 6 125 يعني بتساوي 14 125 متر، والديسبلسمنت اللي هي دلتا اكس هتساوي 625 او 625 ناقص صفر يبقى 625 يبقى دي الديسبلسمنت ودي الايه؟ على منحنى ايه؟ الحركة على منحنى ربنا ياخد كرفليني يا مصر كنت اخدها دي مش عايز مي مي لو سبت يعني الكربوليني الموشن يعني لو انت عندك اي منحنى كده وعليه جسم بيتحرك شكرا
عشان تكسب سؤال يعني؟ قال لي اي جسم بتحرك عربية غريب بدي ايه خدي مستمتع الناس كل كلامنا ده كلام بسيط يعني الناس في تودر مش بسيط يعني عشان توصف حركة عشان توصف أو تدرس الحركة على منحنى بتحتاج نظام للإحداثيات أو أكثر من نظام للإحداثيات احنا هندرس الموضوع ده بثلاث أنظمة للإحداثيات كلمة نظام الإحداثيات الكلمة دي كلنا عارفينها يعني إيه نظام الإحداثيات زي إيه مثلا إكس وواي زي إكس وواي ده اسمه نظام للإحداثيات مش كده كوردينيت سيستم فالحركة اللي هي الكيرفلينير موشن هندرسها بالكارتيزيان بولر كوردينيت سيستم او ريكتانجولار كوردينيت سيستم على اساس هنتكلم فيه بعدين شفنا ده في موضوع في الرياضه صح وندرس بحاجه ثانيه اسمها البولر بولر كارتيزيان سيستم او البولر كوردينيتس اللي هي بالعربي اللي ايه مش فاكره الاحداثيات القطبيه اللي هي الار والثيتا وفي نظام ثالث اسمه اللي هي الاحداثيات المماس والعمود حاجه اسمها الاحداثيات اللي هو النورمال اند تانجنشال كومبوننتس المسائل اللي من النوع ده او الجزء ده من الشابتر هتتكلم فيه على ثلاث حاجات دول على الريكتانجلر او الكارتيزيان كوردينيتس وعلى البولر كوردينيتس وعلى التانجنشال والنورمال اللي نقدر نخلصه مع بعض نخلصه واللي ما خلصوش المره الجايه ان شاء الله طيب اول حاجه هنا انت هنا هتتحرك على كيرف فلازم هتحتاج لموضوع الفيكتورز الفيكتورز اللي هي المتجهات يعني فاكرين الاي والجي والكي والحاجات اللي كنا بنتكلم عليها الترم الاولاني فاي نقطه هنا اي نقطه هنا احداثيها اكس وواي اي نقطه هنا احداثيها اكس وواي اكس طبعا داله في الزمن اكس بتساوي اكس اوف تي والواي بتساوي واي اوف تي انت عشان تدرس قلنا الكينيماتكس يعني انت بتتكلم على بوزيشن بتتكلم على فيلوسيتي بتتكلم على اكسلريشن ات اني تايم يعني عايز تحدد الثلاث حاجات دول في اي لحظه زمنيه وبالتالي الاكس داله في تي والواي داله في تي لان هو ماشي كده مش ثابت في مكانه هو عمال يتحرك ها طيب وبالتالي بيتحرك كفانكشن في الزمن بيتحرك كداله في الايه في الزمن البوزيشن فيكتور بتاعه ار الار العصر وجبنه البوزيشن فيكتور هو عبارة عن x i زائد y j x i زائد y j امشي كده x واطلع y امشي x في اتجاه ال i واطلع y في اتجاه j طبعا ما تنساش ال x زلة في ال t وال y زلة في ال ايه في ال t وبالتالي لما تيجي تجيب السرعة اللي هي ال v اللي هي ال velocity اللي هي ال r dot كلمة ال dot دي معناها ايه يعني التفاضل بالنسبه للزمن بدل ما اقول لك تفاضل بالنسبه تحط ايه دوت يعني نقطه اه اللي هي المشتقه بالنسبه للزمن اللي هي عباره عن اكس دوت اي زائد واي دوت جي الاكس دوت اللي هو تفاضل اكس بالنسبه للتي والواي دوت اللي هو تفاضل الواي بالنسبه للايه تفاضل واي بالنسبه للتي 75 75 احنا جبنا تفاضل الواي بالنسبه للتي وبالتالي احيانا نسمي الاكس دوت نسميها في اكس يعني الفي اكس هي اكس دوت والفي واي هي واي دوت الاكس دوت اللي هي الفي اكس مركبه للسرعه يعني مركبه لافقال السرعه والواي دوت اللي هي المركبه الرئيسيه اللي هي السرعه وبالتالي المتجه ده ليه مقدار وليه اتجاه متجه السرعة ده بيكون ليه مقدار وليه اتجاه المقدار بتاعه ايه اللي احنا بنسميه السبيد في فرق بين فيلوستي وبين كلمتين دول كلمة فيلوستي وكلمة ايه سبيد سبيد اللي هي الايه السرعة اللي هو مقدار السرعة اللي هو بيساوي ايه السبيد مقياسس اللي هي الفي كده ما بين عصيتين ايوه علي صوتك صح الجذر التربيعي اكس تربيع زائد اكس تربيع زائد ايه واي دوت تربيع يبقى جذر التربيع x دوت تربيع زائد y دوت تربيع ده اللي هي الفي اللي هي السبيد او الفي كده اكتبها كده اللغه يعني من غير حاجه اكتب في كده ولا عليها سهم ولا عليها اي حاجه يبقى ده مقدار السرعه اتجاهها او السيتا ثيرمو يناسبني ايه
واي على اكس الروتي ده يدي لك اتجاه السرعه ومقدار السرعه تحاول افتكر تان ماينس 1 واي روت على اكس الروتي. طيب بنفس الطريقه برضه العجله في كل ده انا بستخدم ايه نسيت اكتبها هنا ريكتانجلر كوردينيت كل ده انا شغال في الريكتانجلر كوردينيت ريكتانجلر كوردينيت لسه ما كلمتش عن البولر. طيب العجله يا شباب الاكسلريشن اللي هي افراد السرعه بالنسبه لي دبل كده يبقى العجله اللي هي الايه هي النقطه بي بكام اللي هي نقطه بي دي في على دي تي العكس اللي هي تعتبر ارض بالدوت يعني ارض بالدوت اكس دبل دوت هتساوي ما فيهاش اي اكس دبل دوت في اتجاه الاي واي دبل دوت في اتجاه بي سي يبقى اكس دبل دوت اتجاه الاي زائد واي دبل دوت في اتجاه بي سي او دي بنسميها الاي اكس يعني المركبه الافقيه للعجله يعني دي ممكن اسميها اي اكس ودي اسميها برضو ايه اي واي وبرضو اجيب مقدارها بنفس الطريقه واتجاهها بنفس الطريقه مقدارها يبقى ايه مقدار العجلة الجذر التربيعي لإكس دبل دوت تربيع زائد واي دبل دوت تربيع مقدار السرعة آسف ده مقدار العجلة اتجاه العجلة سيتا برضو تربيع بس واي دبل دوت على إكس دبل دوت واي دبل دوت على إكس دبل دوت ده بالنسبة للريكتانجلر كوردينيتس الإحداثيات اللي هي الايه الكارتيزية أو اللي بنستخدم فيها محور الإكس ومحور الواي. طيب عندنا بقى نتكلم دلوقتي على البولر كوردينيتس اللي هي الإحداثيات القطبية وربنا سهل ناخد مسألة يعني. البولر كوردينيتس اللي هي الاحداثيات القطبية اللي هي الار او سي احنا طبعا اي نقطة في المستوى اي نقطة في المستوى عشان تحددها لازم حاجتين اكس وواي امشي اكس واطلع واي مش شرط بقى الاكس وواي ممكن اي حاجتين تانيين الحاجتين التانيين دول اللي هم الار او سي الار وزيت الار دي غير الار دي الار دي بس من حاجه الار وزيت الار دي مسافه الار دي مسافه والسيتا زاويه يبقى مسافه وزاويه بدل مسافتين مسافه وزاويه دي اللي ممكن نحدد بيها الايه اي نقطه في المستوى ازاي لو انا عندي خط كده ابتدائي بقيس منه الزاويه ونقطه ابتدائيه نقطه بقيس منها مسافه وخط بقيس منه زاويه الحاجتين دول ممكن امسح ملايين النقط في المستوى ده ممكن اوصل لاي نقطه في المستوى دوت عن طريق الحاجتين دول النقطه اللي بقيس منها المسافه والخط اللي انا بقيس منه الزاويه لو انت عندك اي نقطه هنا كده عشان توصل للنقطه دي امشي بزاويه تعمل ايه تمشي المسافه من هنا لهنا صح بس المسافة من هنا لهنا ممكن لو قلنا دي 3 سم ممكن 3 سم كده او كده او كده او كده حسب الزاوية صح؟ اللي يحدد لي بقى هي النقطة دي اللي انا هوصل لها الزاوية الزاوية ان انا امشي من هنا لهنا 3 سم والف ايه؟ زاوية مثلا 35 اي حاجة خلاص؟ يبقى هنا يبقى امشي مثلا المسافة دي كده كده وفاطر عندي والف الزاوية دي النقطة دي ار وسي
عندي او مثلا لو احنا عايزين حاجه بقول لك مثلا 3 وباي على 6 خلي معاك ادي كده نقطه يعني تمشي مسافه 3 والزاويه 30 درجه. طب لو نقطه ثانيه هنا مثلا 4 سنتي ومش عارف كام 5 باي على 4 اي حاجه خلاص. يبقى ان جنرال عشان تمسح كل النقط اللي في المستوى محتاج ايه؟ حاجتين ار وايه وسي. طيب ايه العلاقه؟ في طبعا علاقه ما بين الاكس والواي والار والسي. يعني ده نظام الاحداثيات وده نظام الاحداثيات. ايه العلاقه بين الاكس والواي والار والسي ده؟ الار بتساوي اكس تساوي جذر اكس. العلاقه الازليه القديمه الواي تساوي ار بتساوي اكس. لو قلنا دي ار ودي سي اكس بتساوي اكس وده واي. والاكس بتساوي ايه؟ ار سكوير لا لا ار كوزاين سيت. اه والواي بتساوي ايه؟ ار ساين. ار ساين سيت التحليل. طيب لو انت حضرتك برضه تاملت شويه الكلام ده معناه ايه؟ لو انا عرفت الار وعرفت السيتا اعرف الاكس. لو عرفت الار وعرفت السيتا اعرف الايه؟ الواي. طب لو انا عايز بقى اعمل العكس. لو انا عايز اعمل العكس لو انا عندي الاكس والواي وعايز اعرف الار والسيتا. اكس على كوزاين. اكس على كوزاين. اكس على كوزاين. الجذر التربيعي. ايوه صح كده. الجذر التربيعي الاكس التربيعي زي الواي. او هنا كوزاين تربيعي كده. يبقى الار هي الجذر التربيعي. حر عم قايل. الاكس التربيعي زي التربيعي. والسيتا. على فكره تبقى صح. بس انا مش هيبقى معايا كوزاين. مش هيبقى معايا سيتا. يبقى برضه لو حضرتك تاملت لو عرفت الاكس وعرفت الواي ممكن اعرف الار. لو عرفت الاكس وعرفت الواي ممكن اعرف ايه؟ السين. الكلام ده بلغه الناس بتوع العلم بيسموه ايه؟ الترانسفورميشن ايكويشنز. ترانسفورميشن ايكويشنز. ايه الترانسفورميشن ايكويشنز؟ سواء كوزان عايز الار بالبلدي. اودي كوزان مخصوص هنا. معادلات التحويل. عشان اجيب الار. احول من كذا لكذا، احول من سيستم لسيستم. خلاص؟ كوزان سيتا؟ دي اسمها ترانسفورميشن ايكويشنز، دي اسمها ايه؟ ترانسفورميشن. هتدرس الكلام ده ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. في ايه بقى؟ المهم ما علينا. نرجع للموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا احنا اللي هو الايه؟ استخدام البولر كوردينيتس في وصف الحركه على منحنى، حركه الجسم على منحنى. هقول القوانين اللي احنا هنستخدمها من غير اثبات لان اثباتها طويل جدا. اللي هو الفيلوستي والايه؟ والاكسلريشن والبوزيشن. هنا بالنسبه للاحداثيات لو انت عندك اي كيرف وبتستخدم انت الاحداثيات القطبيه في عندي وين الاورجن في عندي حاجتين متجهين واحد في متجه اسمه ماشي اي ار فهمت غلط الاي وعليها 8 كده والار اي كاف اللي هو في اتجاه الار نفسه كمل بقول لك وفي متجه عمودي عليه يعني بدل الاي والجي يعني وفي متجه ثاني عمودي عليه اسمه اي سيتا يبقى في متجه اسمه اي ار ومتجه اسمه ايه؟ اي سيتا. لما تسمعني بقول في اتجاه الار تعرف ان انا اقصد الاي ار فبدل ما اقعد اقول لك الاي ار هقول لك باتجاه الار وخلاص. ولما تسمعني بقول لك في اتجاه السيتا يبقى تفهم ان انا اقصد ايه؟ اي سيتا اللي هو متجه الوحده بتاع السيتا خلاص؟ بدل الاي والجي. طيب يبقى اول حاجه البوزيشن البوزيشن الار هو عباره عن ار في اتجاه الاي ار ده البوزيشن البوزيشن بتاع اي نقطه او اي جسم ده البوزيشن ده البوزيشن. طيب الفيلوستي اللي هي الار دوت بتساوي ولا بلاش خلاص بلاش تكتب كده عشان ما تلخبطش مع الثانيه الفيلوستي هتساوي طبعا دي ليها اثبات وموجود بس مش هنقوله على اساس ان هو طويل جدا يعني مش طويل جدا طويل شويه مش هينفع نشرحه مع العدد الكبير ده ايه ده؟ معاك كبير ده ايه بوزيشن فيكتور؟ اه نسيت اقول طبعا ان السيتا نسيت اقول لك النقطه دي مهمه ان السيتا بتتغير من 0 ل 2 باي على اساس ان هي بتغطي لك كل الايه؟ المستوى والار بتتغير من اللي فين؟ من صفر لفين؟ لمدى نهائي، على اساس تغطي لك كل الايه؟ دي لمدى نهائي. طيب ده البوزيشن فيكتور. طيب يا دكتور بقى. اخي مش هيستوعب حاجات الفيلوستي ار دوت في اتجاه الاي ار. الفيلوستي في
خلاص احنا في الار دوت اتجاه الار لان الار سيتا دوت اتجاه السيتا دي الفيلوسيتي ار دوت طبعا كل فانكشن في التايم يعني الار فانكشن في التايم يبقى ار دوت في اتجاه الاي ار زائد ار سيتا دوت في اتجاه السيتا الاكسلريشن اللي هي العجله الاكسلريشن الاكسلريشن اللي هي الايه بتساوي ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت تربيع ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت تربيع في اتجاه الار زائد ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت تربيع في اتجاه الار زائد 2 ار دوت سيتا دوت 2 ار دوت سيتا دوت زائد 2 ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا دبل دوت خلص ولا تروح في حتة بعد ما خلص ولا تروح مروح كلنا سوا ولا تروحوا انتم مؤسسة أول ثاني البوزيشن الفلوستي الأكسيليريشن R دبل دوت يعني دي المركبة بتاعت الار خلي بالك عشان الحاجات دي في المسائل اللي هتحتاجها كتير دي المركبة بتاعت الار اللي هي R دبل دوت ناقص R دبل دوت تربيع ودي المركبة بتاعت السيتا اللي هي 2 R دوت سيتا دوت زائد R سيتا دبل دوت هنا وركبت الار بتاع السرعه ار دوت وركبت السيتا بتاع السرعه ار سيتا دوت ار سيتا دوت طبعا كل ده فانكشن في التايم دي القوانين اللي انت هتستخدمها في حساب الفيلوسيتي والاكسلريشن والبوزيشن بالنسبه لمسائل البورد يلا بس النظام الجديد المحاضره اللي جايه ان شاء الله هديكم مساله بس هديكم مساله ونمشي تعبنا هديكم مساله على ده خلاص تعبنا احنا لو قلنا لا ما هي لا مساله واحده على ده عشان نخلص لسه في 3 دقايق ولا 10 دقايق 3 دقايق ونص يا دكتور 40 يا عم اللي ما في 10 دقايق ايه اربعة على تين فاضل سبع دقايق طيب لسه دقايق انا مش شايف سبعة انا عندي لسه واحد ودي خمس دقايق تعالى من عندكم عشرة دقايق نبات هنا بقى مسألة واحدة بس مسألة راحتك يا دكتور اتفضل سهلة خالص مسألة سهلة جدا عشان عايز اوشك ليه وحكي مسألة دي بتقول ايه صح عارفين البالونة المنطقة اللي بيقيس درجة الحرارة قد ايه ان ستاند زي هزور في البوزيشن درجة الحرارة لو وين بس بالون حكيم بس الاول والله الايام بايس ما بيكلمش عن ايه ابقى تحكم انت فاهم يا عم شوف مع اي حد عارفش كم واحد فجأة شكلهم عارف ما أنا بتعزو واحد فجأة هو يروح شكله لا شكلهم وقال لي ممكن أروح عشان أجيب كفر اسمه ده المسطرة بتاع الرول واو ده برضه المثلث بتاع الكسر مش ما سمعتش من اول كولر مش عارفه ايه كوردينيشن لازم ناكل اه شارب قهوه واكل كتير عشان كده ده بيجي بسرعه على فكره ده بيجي بسرعه كده شيل حتى على هنا كده اصلا حركه بقك يعني وعدنا استني الشاي horizontal position. The short figure is defined by x بتساوي 8 t. يعني the horizontal position بتاعه الإحداث الأفقي بتاعه عند أي لحظة يقطع بالعلاقة x بتساوي 8 t. يبقى x بتساوي 8 t. يا بنتي بطلي تنحى يا بنتي عشان. ده بيديني إيه؟ the horizontal position. يعني بيديني إحداث واحد بس. خلاص؟ يعني مثلاً عندي تيب واحد يبقى هو عند 8
ده السيني 8 عندي التيب 2 16 عندي التيب 3 يبقى وهكذا يبقى ده هورزونتال بوزيشن ما تدانيش ان ايه الواي بكام طيب واضح ان هو طبعا ده اللافتين if the equation of the bars is y بيساوي x تربيع على 10 بيقول اذا كان معادله المسار الباص يعني المسار y بتساوي x تربيع على 10 معادله ايه دي x تربيع على 10 ثانيه مسار y ايوه y بتساوي x تربيع على 10 معادله ايه ازحف اتجاه y لا نفس الاجابه بتاع السؤال دكتور والله جاوب برضه لما سالك دي معادلتين بتقول لي معادله منحنى دي زي دي كل منحنى دالة تربيعية يعني ايه النوع المنحنى ده اسمه ايه هل دايره مش دايره منحنى اه ولا قطع مكافئ ولا قطع ناقص ولا قطع زائد هو قطع وخلاص ما خدتوش الحاجات دي لسه ما خدتوش الكلام ده لسه في الهندسه ولا في ثانوي خدناها ما عادش خدت قطع مكافئ لا ما خدتوش المرايات لا لا مرايه مقعره ومرايه مش عارف ايه خدنا دي خدنا في اعدادي في اعدادي لا ما بتشربوا شاي ولا ما بتشربوش شاي اه لما بنقلب كده بيطلع ايه بنقلب قطعه مكعبه بيطلع بيظهر دايب دايب ما شاء الله بس ولا بلوي ولا بلوي قطعه مكعبه قال له بركز برافو طيب انا غلطان ماشي انا اللي غلطان انا غلطان انتوا ما درستوش القطع المكعب وبالتالي دي معادله منحنى خلاص دي معادله منحنى والله العظيم عارفه والله زي حجم الميه في البحر المتوسط فيري بيج فيري بيج طيب بص اخرج غبي يعني حاجه دي جابها اكس بيساوي 8 تي ومعادله المسار اللي هي منحنى اللي هي بعدين تعرفوا ان هي قطعه مكافئ واي بيساوي اكس تربيع على 10 عايز ايه هات لي الماجنيتيود والدايركشن بتاع السرعه والعدد عايز يعني ايه ماجنيتيود اللي هي مقدار واتجاه السرعه والعجله عند تي ب 2 سهله جدا عند تي ب 2 عند تي ب 2 يعني بعد ثانيتين عايز السرعة الفي مقدار واتجاهها يعني عايز الفي وعايز الدايركشن والعجلة عايز المقدار وعايز الدايركشن ده أصعب شرط طيب عايزين نحسب السرعة والعجلة مقدار الدايركشن طيب السرعة عندنا اللي هي الجهاز التربيعي اللي إيه أو السرعة اللي هي اكس دوت زائد واي دوت تمام طيب حسبي الله ونعم الاكس دوت عندي صح الاكس دوت بكام طيب الاكس دوت ب 8 الواي دوت اجيبها ازاي الاكس بيساوي 30 الاكس دوت شغل بقى دماغك والافكار ومش عارف ايه والحيل يعمل حيله ولا يعمل اي تريك كده انت عندك واي بتساوي اكس تربيع بس دي هل دي كده كانت داله في الزمن عشان تفضلها لا ولا داله في اكس بيعمل ايه بقى؟ افاضل انها طرفين افاضل الطرفين؟ افاضل الطرفين بالنسبه للزمن برافو عليك صح افاضل الطرفين بالنسبه للزمن فكرك كويسه جدا او اقول ان الواي دوت اللي هي دي واي على دي تي اللي هي دي واي على دي اكس بدي اكس على دي تي الحيله الايه؟ الحيله القديمه ماشي واللي انت قلته صح برضه انك بتفاضل الطرفين بالنسبه للزمن تطلع معاك برضه هتطلع نفس النتيجه خلاص؟ طيب الدي اكس على دي تي عندك كده دي اكس دوت اللي هي 8 والدي واي على دي اكس هيبقى مدي لك الواي اهي مش كده انا بقول حاجه غريبه ولا حاجه لا طيب يعني دي بكام ب 8 ودي بكام ب 2 اكس على 10 2 اكس على 10 فاضل واحد بالنسبه لاكس
2 اكس على 10 او اكس على 5 يبقى دي اللي هي 2 اكس على 10 او اكس على 5 يعني ده يبقى 8 اكس على 5 كل ده يبقى 8 اكس على 5 يبقى ده مين الواي دوت خلاص يبقى جبت الاكس دوت وجبت الايه الواي دوت يبقى الار بقى يبقى الفي اللي هي x دوت i زائد y دوت g يعني بتساوي 8 i زائد ما هي الفي ال 8 x على 5 g وبالتالي بنقرها هي r دوت r وضعها كام؟ يبقى الجذر التربيعي 64 زائد 64 x تربيع على ايه؟ على 25 وهو عايز الكلام دوت لما تجيب 2 مش كده؟ يبقى لما تحط الاكس بتجيب 2 يبقى الاكس بكام؟ ب 16 تعوض بيها هنا تطلع ده رقم على طول صح؟ يطلع رقم حط بقى الكلام ده لما تجيب 2 تطلع على فكره بص انت انت جبت يا باشمهندس تطلع من هنا لهنا على فكره على فكره ما تخرجش من هنا اقتنع بكده؟ نعم تطلع يا سيدي كم؟ حتى لو كنت قاعد هنا مش انت كنت قاعد هنا واتحركت خد الجزء ايه؟ 10 لا مقتنع بكده؟ ماشي تمام هرجع قاعد مثلا عشان الوقت يلا 26 و8 من 10 تطلع الكلام ده هيطلع 26 و8 من 10 26 و8 من 10 لو قلنا الاكس هنعوض عنها بثمانية تي وبعدين نحط تي باتنين ماشي؟ طيب الديركشن ده كده مقدار السرعة اتجاهها تان ماينس اللي هو السيتا يعني تان ماينس 1 واي دوت على اكس دوت تان ماينس 1 كام؟ مين على مين؟ الواي دوت اللي هي 8 اكس على 8 اكس على 8 اكس على 5 على 8 كده؟ يعني اكس على ايه؟ اهو 8 اكس على 5 كل ده على 8 8 تروح مع 8 يطلع لك اكس على 5 وبعدين تحط تي ب 2 وما تحط تي ب 2 يبقى عندك هنا كام؟ 16 على 5 وهتلاقي تان ماينس 1 تطلع عم اقول لك ويا عم اقول لك وتحسب حد حسبها؟ كام؟ هو خد حسبه هو جاب المسائل هنحسبها دكتور خلاص بقى تاني اقول تاني التمانية تروح مع التمانية والاكس احط بدلها 8 تي واحط تي ب 2 يبقى عندك 16 على 5 تطلع 72 وشوية ماشي 6 من 10 72 و6 من 10 ده كده جبنا السرعة مقدارا واتجاهها فاضل ان احنا نجيب الايه؟ العجله مقدار برضه ايه؟ واتجاه، العجله اسهل، ليه اسهل يا عم؟ العجله فيها اكس دبل دوت وواي دبل دوت. الاكس دوت ب 8 يبقى الاكس دبل دوت بكام؟ بزيرو. يبقى الاكس دبل دوت بزيرو. خلاص شكرا. الواي دبل دوت بكام يا عم؟ الواي دوت ب 8 على 5. هنفضل بقى ده بالنسبه للزمن. الاكس اللي هي 8 تي يعني الواي دوت دي اللي هي 8 انا هشيل اكس احط بدلها 8 تي يبقى هنا 8 تي على 5 يعني 64 تي على 5 هتفضل ده بالنسبه للتي 64 يجي لك 64 على ايه؟ على 5 يبقى الواي دوت دوت احنا قلنا الاكس دوت بزيرو الواي دوت دوت اللي هي 64 على ايه؟ على 5 لما فضلت يعني طيب يبقى العجلة على اكس بس هتساوي 64 على 5 في اتجاه الجيم لان المركبة بتاعت الاي بصفر ومقدارها هو نفسه ده 64 على 5 ده هو المقدار لما تاخد الجذر التربيعي هو نفسه مش كده؟ طيب لان الثانية بصفر اتجاهها بقى ايه؟ برافو عليك ليه بقى 90؟ مين بقى 90؟ عشان الاكس بزيرو
ايوه رقم على الصفر اللي هي لو 24 ساعه مقسوم على ايه؟ على الصفر، يبقى السيتا بكام؟ ب 90. يبقى السيتا هنا هتبقى سيتا تان ماينس 1 ما لا نهايه بكام؟ ب باي على 2. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.